أعلنت كل من السعودية والإمارات عن مبادرة إنسانية جديدة في اليمن تشمل تقديم 500 مليون دولار إضافية تخصص لأغراض إنسانية للشعب اليمني. وتهدف المبادرة الجديدة التي أعلن عنها عبد الله الربيعة المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال مؤتمر صحفي إلى تأمين الغذاء لعشرة واثني عشر مليون يمني. للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف من محافظة عدن اليمنية السيد مروان الترب المحلل السياسي والكاتب الصحفي. بنرحب بك في البداية سيد مروان. أهلا وسهلا بك وبالسادة المشاهدين. يعني اليوم أعلنت السعودية والإمارات تخصيص 500 مليون دولار لدعم جهود الإغاثة في اليمن، كيف تساهم هذه المعونة السعودية والإماراتية في تخفيف وطأة ما تفعله الميليشيات الحوثية في اليمن؟ في البداية أحييك وأحيي السادة المشاهدين. وبالنسبة للمساعدات الغذائية التي تقدمها السعودية والإمارات، تحية لن تقف عند هذا حد، أو ليست هذه فقط، إنما قدمت الكثير وما زالت تقدم وستقدم الأكثر. ولأن ميليشيا الحوثي هي قطعت مرتبات المواطنين، سيطرت على البنك المركزي، نهبت مقدرات الدولة، أصبح الشعب في الداخل يعاني من الجوع، من مرارة الجوع وألم القتل من قبل الحوثيين وسيطرتهم على كل شيء. لا يوجد ما يقتاتون به بسبب هذه الميليشيا. فالمساعدات السعودية والإماراتية تأتي في إطار التعاون الأخوي بين البلدين لدعم إخوانهم وأشقائهم في اليمن للتخلص من هذه الميليشيا، وأيضا لدعمهم غذائيا للقضاء على المجاعة أو المساعدة أيضا من تخفيف وطأة الجوع ومرارة الحرب. نعم. طيب سيد مروان، يعني كيف تفسر تناقض التصريحات ميليشيا الحوثي بالقبول بهدنة إنسانية في الحديدة وبين محاولات هجومية بالصواريخ تستهدف السعودية، على الرغم من أن التحالف العربي يوصل المساعدات المطلوبة إلى أهل اليمن ويحاول التخفيف من وطأة هذه الحرب وعذاباتها على الشعب اليمني؟ اعتدنا دائما وأبدا منذ نشأة الميليشيا الحوثية على نقض المعاهدات والاتفاقات دوما، فلم تفي هذه الميليشيا بأي عهد أو اتفاق منذ نشأتها إلى اليوم. في جميع المحادثات وفي جميع الاتفاقيات وفي جميع المشاورات تنتهج نفس النهج، تصبح تصريحات وتعمل غير التصريحات التي تقول عليها. في الأمس سمعنا أو أول أمس سمعنا قائد الميليشيا الحوثية محمد علي الحوثي رئيس المجلس السياسي لهم يقول بأنهم سيوقفون كمبادرة منهم إطلاق الصواريخ إلى السعودية، وفي نفس اليوم متاعا أربع صواريخ تنطلق إلى محافظة مأرب، ولولا الباتريوت السعودي والإماراتي لكانت نزلت فوق المدنيين في محافظة مأرب. محافظة مأرب مليئة بالمدنيين، مليئة بالسكان، مليئة بالنازحين. كان الاستهداف لهم شخصيا للمدنيين، لأنها نزلت كانت ستنزل على المحافظة نفسها، على المدينة نفسها، والمدينة مليئة بالمدنيين. دائما ما تعودنا على نقض الميليشيا لهذه المعاهدات ولهذه الاتفاقيات، وكل تصريحاتها تكون مخالفة لأعمالها تماما. فليس بجديد، ما تقوم به ميليشيا الحوثي، ونحن نعلم بخفاياها ونعلم ما تنوي عمله مسبقا. نعم، السيد مروان الترب الكاتب الصحفي والمحلل السياسي اليمني، شكرا جزيلا لك.